مستقبلات وتوديعات، موفد يأتي وآخر يغادر، والملفات عالقة بين الأفرقاء وشد الحبال ماشي بين المعارضة والممانعة، سجلات ومواقف تمريكية على بعضهم البعض، ولقاءات تخطف الأنظار ويجري مهاجمتها من حيث المضمون، تقديم طعون وانتظار الرد الذي يبدو أنه معروف مسبقاً. كل هذه الملفات نناقشها اليوم مع ضيفي عضو تكتل الجمهورية القومية نائب نزيه متى ضمن استوديو لبنان الكبير. أهلا وسهلا سعادتك. من مزال آية، تحية لك، تحية لمنصة لبنان الكبير ولكل متابعينكم. شكرا كلك زو. يعني حضرتك بعدك واصل من تقديم الطعن بالمجالس البلدية والاختيارية، أول شيء لماذا أقدمت القوات اللبنانية على هذا الطعن؟ بالحقيقة أنه يعني شيء مؤسف أنه كل شيء بالبلد صار بده يعني يا يتقدم له طعن، يا إما تضلك مهدية بقلبك بإيدك إذا الأشياء الدستورية والأشياء يعني لازم تنشغل مثل ما لازم أو تاخد وقتها مثل ما لازم. أوكي، الطعن اللي قدمناه كرمال اللي صار بالبلديات هو حقيقة كرمال هالجريمة اللي عم تنعمل بحق الديمقراطية بالبلد وحق الشعب اللبناني. أقل شيء ممكن أنه حقه أنه ينتخب أو يصوت أو يجدد المجالس البلدية، ولكن سعادتك هذه المرة الثانية اللي أنتم بتقدموا طعن، يعني صحيح السنة الماضية يعني ما مليته، والجواب كان يعني برضو السنة الماضية أنه ما مشي حال هذا الطعن. صحيح، ما أنا وصلك لهون حتى أقول أنه أول شيء عم وصفه مثل ما هو هالجريمة اللي عم تنعمل بحق الديمقراطية بالبلد، أنه الشعب اللبناني اللي أديوله على كل شيء، كل شيء كل شيء شو ما بدك بيملكه راح، فبقل شيء ممكن صوته يقدر يعبر عليه بوقت مناسب ويجدد يعني المجالس اللي له حق يصوت كرمالا كان نيابية أو بلدية أو أي أن يكون اللي كان. مظبوط، معك حق، هاي تاني سنة بنقدم طعن وهي تالت سنة بمددوا للبلديات يلي هي بأمس الحاجة اليوم أنه تكون عم تتجدد الدم فيها، ويمكن إذا بتجي بتفكري فيه بالشي اللي عم بيصير بالجنوب يمكن هلا بأمس الحاجة انه يصير في بلديات جديدة ان كيس بده يصير في اعمار من بعد هالشي اللي صار والدمار الكبير اللي صار بالضياع بمنطقة الجنوب. فعن جد ويا للأسف انه عم ترجعي تضطري انت تشوفي حالك بدك مثل ما قلت لك بالاول مهدية قلبك بايدك اذا الانتخابات لازم تصير بوقتها او اي شيء او اي سحب. وايضا اهالي جنوب مهديين قلبهم بايدهم كرمال الحرب، اذا حتصير اذا حت ضل يعني عم تخرب لهم بيوتهم او اذا حتوقف، او اذا ايضا اللبنانيين مهدين قلبهم بايدهم اذا حيصير عنا حرب شامله على كافه المناطق البقاعيه ايضا لنوصل القصف لهنيك. هيدا شيء ثاني كمان مهدين قلبنا بايدنا عليه، بس انا عم بحكي عن استحقاق البلدي واستحقاق اي انتخابات اللي كان، ولا شيء عم يصير بوقته، لا انتخابات رئيس جمهوريه حتى النيابيه لو ما بتروح بالحياه كانوا بيقدموا. انا بدي اطرق اول شيء لاذا شو الرد اللي حيكون، يعني معروف مسبق انه ما بنعرف نحن قبل بسنين عرف رح لك سنت الماضي صار هيك شيء. نحن بنتامل المجلس الدستوري يرجع ينظر بهالموضوع يشوف انه الاسباب، يعني عن جد بتلاحظي شغله بالمجلس الدستوري لما عم يطلع القرار بيطلع انه يعني عم بيحطوا انه الاسباب الموجبه انه منا مقطعه هي مزبوط ومنطقيه وكل شيء، بس بالاخر الجواب عم يطلع ونظرا للحاله الامنيه او لاسباب معينه، يعني المجلس الدستوري اسبابه غير مقنعه مثل ما حضرتك تفضلت. اذا بدك حقيقه انه من المفترض ان شاء الله السنه ياخذ هالشيء بعين الاعتبار لانه وما يساهم انه هالديمقراطيه ترجع يتاكل حقها من جديد بهالبلد. نعم، بدي احكي عن الجلسه طالما عم نحكي عن البلديات. نعم. يعني ما حضرت القوات اللبنانيه بوقت كان في بعض المستقلين عم بيقولوا انه لو حضرت القوات كانت ساعدتنا بالله للتمديد اللي هن صوتوا له. شو بقدموا اخر؟ بس ولكن ايضا انتم حضرتوا باخر جلسه يعني الجلسه التمديد لقائد الجيش، ليش على قائد الجيش يهدد الامن القومي وعلى البلديات وبظل الحرب لا تهدد الامن كرمال الجيش؟ لانه كنا يعني كان بدها بوش كثير كبير حتى تامن النصاب، حتى تمدد الجيش، حتى ما تتركي البلد مكشوف امنيا، وانت بتعرفي انه وسيركم الرئيس بري بالموضوع وعدكم ما سيرنا ونفس. يعني قال هلا نحن نزلنا لعنده هو عدنا بشيء معين، مش سيارنا، هي مش مسيرة لنا، هي إذا بدك واجبات تجاه البلد وتجاه الوطن. يعني ما معقول البلد رغم الانكشاف الكامل لهالبلد بعد ينكشف أمنيا وما يكون في أي جيش، وكلنا بنعرف أنه ولا شيء بالبلد عم ينحل بطريقة مضبوطة. هلأ إذا بتجي ما فيك تعملي بالمقارنة ذاتها مع البلديات، لو كان في مقومات أنه نقدر يتصوت العكس وتقدر تسقطي هالقانون أكيد كنا عملناها،
بكل بساطة، بس لأنه خلص المقومات ما أنا موجودة قادرين يأمنوا واضحة التركيبة من كيف هي ضابطة. التيار الوطني الحر كان بلدة الأبان وصلت. كان واضح أنه في صفقة راكبة من وقت انتخابات المهندسين، ما هي واضحة. والجرائد الطنطاني تبيني والزميل غسان عطلة يلي كمان راح وإجا صار له كم شهر بيروح عند رئيس بري، أنه ما واضحة التركيبة كيف صار. رأيك لقاءات النائب غسان عطلة هي تحت هدف النقابات كانت مع رئيس بري؟ لا، واحدة منهم. كيف اليوم بتوصف العلاقة بين التيار الوطني الحر وبين القوات، وعفوا وبين التيار الوطني الحر وبين الرئيس بري، خاصة وأنه أيضا هناك تقاطع بينكم وبين التيار لا يزال مستمر؟ رح أخبرك، أنا شبهها بدي استند على كلام قاله جبران بيصير لمن قالوا الانتخاب واضطر، هو بيعتبر حاله اضطر أنه يعمل تحالف مع الرئيس بري أو مع الفريق الممانع. هو قال وقتها أنه اعتبروا هالقانون الانتخاب بمثابة بوستة وماشي، بيطلعوا مع الناس كل واحد ينزل مطرح ما هو بده. هيدي هي تحالفات الوقت الوطن الحر، يعني بيعتبر حاله أنه في مصلحة معينة بتقضي بيمشي فيها وبيقلع مطرح بتوصل. مطرح اللي بتوصل بتوصل. حقيقة هيك اعتبرها هو. فمن هالمبدأ هيدا هيدا استكمال أنه في عنده مصلحته الخاصة بتمشي بهالسياق هيدا، مطرح اللي بتركب مصلحته بتركب. هلأ بيعتبر حاله أنه لربما عم يفتح قنوات معينة مع الرئيس بري، يمكن تنسحب على رئيس الجمهورية، بس بلشت من نقابة المهندسين وكان الثمن تبعولا هي الثمن تبعول انه فوز كثير كبير حققه التيار بالنقابات. هلا بتوين براكت فوز، يعني قلت لك فوز بالصفقه وفوز ب اذا بدنا نحكي بالتصويت فوز باصوات الخط الممانع اللي هو الثنائي الشيعي. بس انا اللي بقوله هون انه تيار الوطن الحر بالفعل ربع على الميلتين، لانه بجميع الاحوال كان رح يامن نصاب، ما ضروري ياخذ ثمن، كان رح يامن نصاب مش البلديات بس، سوري، لانه تاجيل البلديات بتهمه، فهو كان رح يأمن هالنصاب ومنه مضطر يقبل ثمن ولا مطرح، بس طلع له بونس نقيب المهندسين، مبروك عليه، إن شاء الله الموندا تكون منيحة، نحن هيدا اللي بهمنا بالآخر، أنا كمهندس عم بنطلق مصلحة النقابة وبالآخر إنه الدنيا بتقدم لقدام ما بترجع، بس عم نتوصف الواقع مثل ما هو. نعم، التيار الوطني الحر برأيك اليوم سيساير الرئيس بري وينتخب سليمان الفرنجي اللي هو رافضه؟ يمكن ما توصل لهون، بس ما في شك إنه لاحظي هلا كتير محمس على الخيار الثالث جبران بيصير مين الوطني الحر. ما بعرف، ما بدي اسمي اسم. معقول يكون في اسم اليوم يبحث بين الثنائي الشيعي؟ ممكن اكيد ممكن، بس لانه هيدا اصلا طرح جبران بيصير من الاساس. وهيدا خلافه مع حزب الله، اوعى تفكر كان خلافه جوهري من الاساس، كان خلافه بس على اسم سليمان الفرنجي مش اكتر من هيك. النهار اللي بيتفق، النهار اللي بيردوا معه الثنائي الشيعي جبران بيصير على اسم ثالث هو بيناسبه، بكون على ساقه بيمشي. خلصت يعني واضحه من الاساس. نحن كنا عم نقولها ابدا، الخلاف بين جبران بيصير وحزب الله هو على اسم سامي فرنجي. هلا برايك لا يزال هذا الخلاف بيناتهم؟ ايه اكيد، لانه بعده نبيه بري لليوم وبعده حزب الله لحديث اليوم بيعتبر انه المرشح الاساسي تبعه سامي فرنجي. هلا ما في شك اون باسون، يعني هيك مع الاشياء انه بيتفقوا على اشياء ثانيه بتصير، بس انه من حيث المبدا هيدي هي. بدي احكي رئاسيا وبدي احكي عن كل التفاصيل اللي حضرتك اتطرقت لها، ولكن كمان في الجزء الاهم اللي خطف الانظار، لقاء معراب الاسبوع الماضي. ليه كل هيدي الانتقادات؟ يعني شفنا امبارح او مش امبارح، فينا نقول من كم يوم، الرئيس بري انه ما عم بتدخل بهالامور قال، ووليد جنبلاط قال انه مش هو اللي قاطع هذا اللقاء بل الاشتراكي، وانه هو يعني الدكتور جعجع يريد ان يتزعم المعارضه. وايضا شفنا كلام لا الرئيس بري انه انا مع وليد جنبلاط ظالما ام مظلوما. يعني اول شيء كيف علاقتكم مع لنبلش بوليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي والمقاطعه التي حدثت للقاء معه؟ اوكي، تنبلش اذا بدك بوليد جنبلاط. اصلا الحزب قدم اشتراكي او لقاء ديمقراطي انه هو عم يعلن على العلن وعم بيقول انه هو مش مع اللقاءات، يعني ما عم ياخذ طرف، عم يعتبر حاله انه بالوسط وسطي. صح. نعم. فمن هالمبدا هيدا انا برايي مقاطعته هي تلقائيه. هلا التعبير عنها طلع بعدين بشكل مختلف، اوكي هيدا للبحث صله مثل ما بدك اذا بدك، بس فعليا هو هاللقاءات عم يجرب يكون يبعد عنها، يكون على ساعه اذا بنعمل لقاء مطرح ثاني رح يكون زيت الراي عنده، لانه هو بيعتبر حاله انه ما بده ياخذ استفافه معين حتى بنقابه المهندسين، زيت الطريقه اللي تصرف اونستلي يعني، وبكل النقابات هيك اجمالا عم بيكون. فبيعتبر حاله هو مش مع اللقاءات، مش مع الاستفافات، بيعتبر حاله انه هو ان بتوين من ضمن صفوف المعارضه على اشياء، ومن ضمن
من ضمن وبيمشي بارلل على المعارضة بإشياء تانية. فهيدا يعني إذا بدك هيدا وسطي يسمى؟ يعني من كم يوم التقى حزب الله زاروا بكليمونسو وفي عم نشوف تقارب نوعا ما بين الحزب ووليد بيك، يعني هل هيدا شيء وسطي يسمى؟ ما بعرف صراحة، المجالس هني بيعرفوا أكثر مني بالتفاصيل شو عم بيصير. أكيد سؤال يسأل، بس فعليا فعليا أنه ما فينا نشكك أنه وليد جملاط بمطرح معين أنه خياره واضح فيما يخص السيادة والهوية وحتى بخصوص سلاح حزب الله، هيدي ما فينا نتذكر لها ابدا. بس انا عم غير واضح وليد جنبلاط، لا بالعكس واضح. نعم. بالعكس انا عم اقول لك. نعم. بالعكس خياره السيادي واضح، خياره الوطني واضح. طيب. وخياره كرمال سلاح حزب الله كمان واضح، بس انا عم اقول انه ضمن اللقاءات دائما كمان خياره واضح. ل يعني ما انكسرت الجرة بينكم وبين وليد بيك؟ لا لا لا. يعني قبل بمرة قال ايضا جنبلاط انه هيدا خياركم عبسي طالما انتم بتشوفوا الحوار حول الرئاسة غير مجدي بلا جدوى. اوكي، هلا اول شيء اكيد ما انكسرت الجرة، لان برجع بقول لك بنلتقي كثير اشياء نحن واللقاء الديمقراطي وحزب الاشتراكي، وخاصة القعدة الشعبية على الارض كلنا. نعم. نعرف انا من منطقة هي اختلاط بين الدرزي والمسيحي، بعرف كيف تفاعل وعدنا. نعم. على الارض اللي. نعم. هو امبيكابل، بس اوكي في مقاربة مختلفة، هو بيشوفها بغير طريقة. هلا هو بيشوف انه الحوار لابد منه، نحن بنشوف انه الحوار عم بيودي دائما لاعراف، وهيدا يلي صار له على 30 35 سنه تقريبا، خدي بلشي برئيس الجمهوريه ونزول، يعني بتشوف انه ولا شيء يعني كان نتيجه حوار الا ما كان عم بيوصل لعرف معين. والمشكل وين؟ انه فريق الممانع هالعرف عم بيصير عنده من الثوابت، بلشي من جيش وشعب ومقاومة، يعني هيدي صارت عنده من الثوابت، مع انه هي لا موجوده بالدستور ولا موجوده بالاتفاق الطائف ولا شيء ابدا، بس صارت عنده موجوده. لاحظي مثلا لما صاروا عم يعتبروا انه في حصه لرئيس الجمهورية ضمن الوزراء وقت توزيع مجلس الوزراء. نعم. كمان هيدي صارت اعراف وماشي. نعم. المشكل. نعم. وين هون؟ برضو. نعم. مشكل هون وين؟ انه اكيد لابد من نقاش، لابد من تشاور، نحن بلد متنوع، بس على شرط لا تودي لاعراف ولا تصير من الثوابت. والمشكلة اللي عم بيصير بالتحديد انه عم ينضرب الدستور من بكرة ابي، عم تنضرب الديمقراطية من بكرة ابي، لا عم بيصير في لبنان، لا عم بيصير عم بيكون هيك العمل الدستور البرلماني من ضمن الدستور. فالسبب هيدا، اذا هيدا الشيء زعجهم وما بدهم اياه، يطلع يقولوا على صوت عالي نحن الدستور اللبناني ما بدنا اياه، نحن بدنا 1 2 3، وساعتها كل حد يصير حديث. بس ساعتها منقسم، يعني ليك تقسيم كلمة كتير كبيرة، مش انه بهالبساطة نعملها فدرالية. طيب البحث يصير اعمل لك بيعدوا كل هالمكونات على شرط من بعد انتخاب رئيس جمهورية، لان هو بيكون راعي للحوار، مش نبيه بري بيكون راعي للحوار، لان نبيه بري هو عم بيكون طرف بامتياز وبدرجة كتير عالية، اوكي انه بياخد دور على اساس هو رئيس مجلس النواب، بس اور تصرفه دايما عم بيكون مع الخط الممانع بشكل كتير ظاهر وواضح، وعم بيكون كأنه رئيس لحركة امل، كأنه رئيس حزب بشكل كمان ظاهر وواضح. فمن المبدأ هيدا مفترض يكون رئيس الجمهورية هو الراعي، رئيس الجمهورية راعي لأي حوار. طب إذا ما في رئيس جمهورية مين بده يرعى الحوار؟ لا سبب هيدا ما لازم يصير في حوار. من هالمبدأ هيدا ما لازم يصير في حوار. نحن كنا مع المبادرة اللي طلعت فيها تكتل الاعتدال الوطني. تكتل. نعم. الاعتدال الوطني صحيح، من مبدأ التشاور تحت كبة البرلمان مثل ما صار بقيادة الجيش. في ناس كانوا معه، في ناس كانوا ضد، ولكن ايضا كان الرئيس بري مترأس الجلسة. ما اختلفنا، اكيد بده يترأس الجلسة بالاعتبار انه مش نواب، بس انا عم اقول صار في مشاورات معينة، صار في مشاورات معينة، هالمشاورات صبت بمصلحة القوات اللبنانية، صبت بمصلحة الوطن اللبناني، بمصلحة لبنان، بمصلحة عدم انكشاف الامني بلبنان، هون صبت. نعم. بس ثقبت انه نحن كنا راس حربتها، ايه ليش لا، طالما ومش غلط، وهيدي انه شغله بديهيه، ولكن صار العالم صاروا بيعرفوا على كارت ساعتك. لا 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 هلا بجاوبك عليها، صاروا الكل بيعرفوا انه نحن لما عم ناخذ قراراتنا او عم نبني الاشياء الاشياء اللي عم نشتغل عليها عم تكون من منطلق سيادي وطني هويه، لبنان سيد حر مستقل. نعم. صرنا تشريع على كارت، مطرح ما بيعجبكم بتروحوا بتشرعوا، مطرح ما بيعجبكم ابدا بتشرعوا. نحن اذا بتلاحظي يلي شاركنا فيه اذا بدك بالتشريع، مطرح حقيقة بينقلوا التشريع الضروري حقيقة،
برجع بقول لك. ولكن انتوا ايضا بنفس الجلسه بقيتوا اول يوم من دون اي كلمه، 15 بند. نعم كمين. 15 بند كمين. صحيح 15. بس لما اجى البند المتعلق بقياده الجيش نطقتوا وقلتوا انتم لا مش نطقنا. رح جاوبك على الموضوع. نحن هيدا كان لما نزلنا عند رئيس بري وتمنينا نعم. عليه انه هيدا البند ينحط من اولى نعم. بنود الجدول. هو قال انه ما رح يقدر يحطه بالاول، رح يحطه من بعد الاقتراحات الجاية من الحكومة يلي هو كان رقمه 16. فلسبب هيدا نحن كنا مشاركين حضوريا نعم. ما عم نناقش. اذا لاحظتي مع العلم كان عندنا كتير تحفظات عائشة العيني كان فيها نناقش فيها ونغير لها مسارها نعم. بس اللي صار نحن شفنا انه هالجلسة بالتحديد تمديد لقادة الاجهزة الامنية هو شغلة ضروري. بنرجع بنقول نحن موجودين ببلد في مليونين سوري غير شرعيين بالبلد. اوكي بس تقلك شيء بالتحديد انه كمان بالاضافة لهالشيء في حرب طويلة عريضة عم تصير بالجنوب، في تفلت امني طويل عريض، في تفلت حدود طويل عريض. اقل شيء ممكن يكون في قائد للجيش خلينا نقول اصيل ومش بعدين يصير في تجاذب انه مين سيعين محله. وكمان يصير مثل ما هلا لاحظي قائد الاركان شو صار يلي طعن فيه وزير الدفاع. صور انت لو هلا وزير الدفاع موجود تبع للتيار بغض النظر الفرق. صور انت لو ما في هلا قائد للجيش وفي طعن كمان على قائد الاركان وكمان البلد من جديد مكشوف امنيا وما بعرف شو لوين بنوصل. يعني المشكله اليوم بالتيار الوطني الحر. انا برايي المشكل بكل حدا عم يخالف الدستور بكل مكون عم يخالف. من يخالف الدستور؟ الرئيس بري الفريق الممانع كامل بكل مكوناته. وفينا نحط كل وحده بوحدتها وين عم يخالف الدستور كل فريق معين. نعم بدي كنت ارجع على الخلاف او فينا نقول التباينات في وجهات النظر بينكم وبين التقدم. امين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن قال لا خلاف حول لقاء معراب، لكن الخلاف هو على الشكل والتوقيت لانهما غير مناسبين وهذا يضعف الموقف اللبناني. عظيم. هون دونك بعدنا على العباسية. هيدي بالعكس يعني انت فتنيني بشغله كثير مهمه. يعني بطل انه شيء عبثي اللي ولكن انتم عم ضعفوا موقف لبنان بوقت الحرب دايره. رح جاوبك عن نقطتين. نعم تفضل. رح جاوبك عن نقطتين. اول نقطه عم بيقول انه من حيث الشكل انه الفكره الشكل انه معراب هيدا بسال السؤال. طيب ما بعرف ما انا من هيك انا عم بستوضح منه بس انه شو قصده بالتحديد. زياده عن هيك انه لو صار بمطرح ثاني او عند فريق ثاني نحن ما كان عندنا مانع. انتبه ونحن طب لحد ليه قلتوا معراب اذا ما كان عندكم؟ ما هلا بقول لك ليش. نحن هلا خلي يجي مطلق فريق معين او مطلق مكون معين من فريق المعارضه يطلع بلقاء او بمؤتمر لشيء بفيد البلد نحن كنا عم نسأل نشارك فيه. يحضر الرئيس رئيس القوات سمير شاشه؟ بالعكس في ممثلين له كفايه انه يحضروا. نحن ما طلبنا انه يحضر وليد جملوت او تيمور جملوت او ولكن هو من ترأس الجلسه سعادتك. اختلفنا معه من الاخر بمعراب. طيب بالاخر معرب. يعني مثل ما انا مشكله نوعا ما يعني لو كان مثلا بتنقول بالبيت المركز عند الكتائب وترأس سامي جمال اوكي ما انا مشكله. واصلا صارت لما عملوا مؤتمر الكتائب. طب ليه اذا لو صايره بالوجود السوري غير عن الوجود السوري غير شرعي زي ما حضرنا عادي. ما كان لو كانت بمنى شلوحي وترأسها رئيس التيار ما رح تزبط لانه رح يكون عنده مقاربة مختلفة عن مقاربتنا. نحن عم نحكي عن اطراف المعارضة اللي عم تلتقى كذا شغل. ولكن هو ضد وحدة الصحات ايضا. ايه بس كان واضح بموقف. يعني عم نتلاقى بركي على شغلة من ضمن شغلات ما عم نتلاقى فيهم. خلي يكون هو من ضمن صفوف المعارضة وعم بيطالب باشياء نحن مقتنعين فيها بتصب بسيادة لبنان وهوية لبنان. نعم. ما بتصور ساعتها بيكون هو بصفوف المعارضة بيكون مثله. بس طالما برجع بقلك ألا كارت هون صار فيه تسمح الأشياء وبكل بساطة تقولي إنه الأداء تبعو التيار الوطني الحر ألا كارت هون ساعتها أكيد ما بتزبط. إنه بكل صراحة ليه اخترتوا معرب؟ ليه اخترنا؟ لأنه نحن دعينا. نحن يعني مش نحن دعينا، نحن طلعنا بالفكرة وشفنا إنه هاللقاء هيدا ولكن ما كان في تواجد من كافه الاحزاب. ما كان. خليني اجاوب شغله. نعم اوكي. لانه شفنا انه هلا القرار الاسامي واحد هو اذا بدك يعني الحل للبلد. نعم. لانه من بعد حرب طويله عريضه عم تصير بغزه ومن بعد ما فوتنا حالنا نحن بهالحرب اجى مكون لبناني بالهويه اجى قرر انه يفوت لبنان ويكون داعم لغزه. فتنا نحن بحرب ما بنعرف وين بتخلص. فشفنا انه لا في شيء لازم نستلقيه شيء مطرح معين والحل الوحيد يلي الكل عم يحكوا فيه خارجيا وداخليا
انتبه الكل، حتى الرئيس بري عم يحكي فيه، حتى الرئيس مئاتي عم يحكي فيه، حتى وليد جبلاط عم يحكي فيه. يعني كل هالأطراف يلي هن نزعجوا كل واحد من منظاره، ليش نحن طرحنا فكرة 1901؟ بقى بتتفاجئ بالوقت يلي 1901 هو الحل الوحيد بوقت الحاضر عم نحكي حتى يوقف الحرب بلبنان. سبقته الورقة الفرنسية أيضا. لا ما هني زيتون ما لاحظي، يعني ما هاي مش مفارقة كتير مهمة، انه تشوفي الورقة الفرنسية والمقاربة الامريكانية كلهم عم يحكوا بذات الطريقة يلي هني شو انه ما يعود في انتشار لحزب الله ما لا قبل حتى ينتوقف كل شيء العمليات العسكرية. بعدين انه يتنفذ قرار 1901، بعدين انتشار جيش لبنان. طب شو عم طالب؟ وايضا التزام اسرائيل في ساعتك 100% نحن اكيد هيك. ما هو 1901 يلي توافقت عليه اسرائيل ولبنان سنة 2006 بما فيهم حزب الله اللي كان عم يتمنى انه يصير. نعم. كان وقت الرئيس سانيوي اللي كمان انه بيفاجئ رأيه والموضوع اللي هو كان يعتبر عراب 1901 بوقتها، انه وعلى مدار كل الحكومات المتعاقبة كانوا موافقين 1901 انه يتنفذ بكل بساطة. يعني مفاجأة موقف السنيورة برأيك؟ لا انه مفاجئ انه كان هو رأس حرب على 1701 وهلا تغير هيك قصدك؟ مش تغير، نحن تبدل. أنا عم اقول انه لا مفاجئ انه مقاطعة اللقاء، هيدا اللي عم اقوله انا، لانه قرار 1901 لانتو دعيتوه للرئيس السنيورة. نحن دعينا كل المكونات المعارضة يلي بنتلاقى نحن وياها على خط سيادي واحد. اذا دعيته الرئيس السنيورة ورفض هذه الدعوه؟ ما بدي اقول رفض، انه ما لبى الدعوه. طب ليه ما سالته؟ ليه ما قلت لك؟ هلا انتبه، كل بمطرح معين. نعم. بمطرح معين بدك تاخذي اهم شيء بالمعارضه يكون عندها وحده الهدف. نعم. ويكون عندها وحده الموقف. اوكي، هلا اذا كل حدا في اولويات معينه عنده شايفه انه طب اذا رئيس السنيورة عم يحضر هذه الحلقه، شو بتوجه له رساله؟ انه يعني بتصور هو لازم يكون قريها الرساله، انه لقاء مع راب هدفه وطني بامتياز، بيلاقي كل اطراف المعارضه. وانا برايي يعني بالمستقبل القريب راح يكون واضح انه القرار 1901 هو الاساس، مش بس داخليا، خارجيا وداخليا. برايك ماذا سيكون الرد اللبناني على الورقه الفرنسيه التي تسلمها الرئيس بري من يومين؟ هلا حسب ما بين مثل ما قالوا بالجرايد. نعم. انه حزب الله بمطرح تريس، لانه اعتبر انه التغيير من التموضع على الانسحاب عم يعتبره بصب بذات المطرح. نعم. وحزب الله واضح انه ما بده ينسحب، واصلا الرئيس بري قال انه اهون شو كيف قال بطريقه انه اهون بكثير نزيح الليطاني للحدود لبنان من انه حزب الله ينسحب من جنوب الليطاني. فواضح الفكره بالتحديد. فنحن بنرجع بنقول انه الحل هلا بوقت الحاضر للبنان تنفيذ قرار 1901 بكل مندرجاته، حتى نقدر مثل ما بيقولوا نستنهض حالنا ونلقط انفاسنا ونرجع نحل المشاكل الاكبر بكثير يلي هي المشاكل الاقتصاديه والوجود السوري الغير شرعي بالبلد، لانه هيدا هلا اذا بدك هو الاساس. نعم. عن جد، لانه على المدى البعيد رح يدوب هوي. ساعتك اليوم كيف العلاقة بين القوات والرئيس بري؟ هل في تواصل؟ تواصل من خلال مجلس النواب. ما في لقاءات ثنائية من خلال مجلس النواب أبدا. وآخر شيء بعتقد ما بعرف إذا في شيء من بعده، وقت استشهد باسكال إنه صار في تواصل. نعم. مع الحكيم. كان في تويت ملفتة للحكيم من كم يوم إنه الرئيس بري شيخ المهضومين، شو كان قاصد؟ حقيقة أنا بحكيك عن تجربتي، أنا وقت فت على مجلس النواب شفت الرئيس بري، حقيقة تنطبق عليها الكلمة، إنه زلم كثير مهضوم، هو بطبعه هيك نكجي ومهضوم وكاريزماتيك وعنده روح نكتي، حقيقة هي. إيه بس ولكن هيدي تويت بوقتها المناسب إنه هيك إنه شيخ المهضومين، إنه ليش شيخ المهضومين؟ شو السبب اللي خلاه؟ على الميلتين، على الصفة الحقيقية لإله وعلى الصفة كيف المقاربة عم تكون. يعني ما يعني هو بنكت بالاستحقاقات التي تحدث على الميلتين بالسيء والجيد، بنكت مجلس نواب واوقات الحلول تبعوله منه مزبوطه حقيقه. لما يجي الرئيس بري اللي هو بيعرف انه الحوار هو عم يخلق اعراف، بيرجع بيكون بيصر على الحوار، انه هيدا الشيء انه مش مزبوط. من ميله ثانيه لما بتشوفي انه هون كمان بيلفتني هالنقطه، لما تشوفي الرئيس بري هو المفاوض باسم الدوله اللبنانيه،
هون بيلفتني انه كمان انه ما بيهزكن انه ما في رئيس جمهورية، انه ماشي عادي. وبنفس الوقت بيلفتني وين رتاي الوطن الحر، انه هلأ بطل في حقوق الرئيس انه مش موجودة، معلي بتطنشوا انه تيار يتخبط داخليا سعادتك بغض النظر من بعد اليسم بغض النظر ولو لا. بس ما ساعة بدهم بفوتوا بأداء التفاصيل، ساعة بدهم بيكونوا يتخبط داخليا ومش عم يعرفوا يعبروا. انا اللي عم قوله وين رأيكم يا تيار الوطن الحر من صلاحية رئيس جمهورية بالوقت اللي هلأ عم بيفاوض عن رئيس جمهورية نبيه بري؟ ورح رحلك أكتر من هيك، اعتبري بكرة تلاقي حل بجنوب لبنان ومن ضمنه أنه ترسيم الحدود البرية. طيب هني عم بيفاوض، مين لازم يمضي على الحدود البرية؟ مش رئيس جمهورية؟ رئيس جمهورية. أي رئيس جمهورية؟ وينه؟ يعني تصوري وقت كان في رئيس جمهورية اسمه ميشيل عون صار في تفاوض، ما هيدا بدي أقولك، صار في تفاوض على الحدود البحرية، فاوضوا وعملوا واتفقوا وقرروا كل شيء وبالاخر مضي. هيدي تصوري وقت كان في رئيس، كيف لحتى هلا بلا رئيس؟ قصدك بدهم يقسموا مثل ما بدهم؟ لا مش يقسموا، انه عم اقول لك كيف لحتى هلا بلا رئيس؟ نعم. يعني راح يفاوضوا، يعني عندهم كارت بلانش، ما في شيء فوق راسهم. نعم. يعني بوقتها وكان عندهم كارت بلانش كله، كيف حديد هلا؟ نعم. فمن هالمبدا هيدا هون لدى تيار الوطن الحر يلي صار عنده حليف قديم جديد يلي هو رئيس بري، يسالوا هالسؤال ولو كيف عم تفاوض انت على كيف حليفه قال عنه بلطجه؟ مسألي له بالفعل هون كلام يسأل، سؤال يسأل، انه انا بالنسبة لي بتقلوا اليوم لرئيس التيار كيف الرئيس بري عم تحالف معه هو بلطجي قدامه؟ هو عمل لك، يعني انا يعني عن جد انا بطلب من كل اعلامي بيعمل معه مقابلة او شيء هون يسأله سؤال انه كيف هالطلوع ونزول يا عمي. انه انتبهي السياسة قد ما تكون فيها ثغرات وقد ما يكون فيها هيك مثل ما بيقولوا مسيرة، بس فيها مبادئ، عن جد فيها مبادئ، لما خاصة لما يكون في مصير البلد بالدق، لما يكون في مصير الشعوب بالدق، مصير الناس يلي احترق دينا من كل الميلات، ولو انه فيها بارت مبادئ، وين المبادئ؟ عن شو عم نحكي؟ انه بالحد الادنى الانسان يعني يكون صادق بينه وبين نفسه. اوكي انا ما عم اقول سياسي ما فيها عدائية طول العمر، بس تكون على مبدأ، يعني انا اذا تخصمت مع فريق بالسياسة اوكي، اذا بدي ارجع اتحالف معه على القليل تكون على اسس معينه، مش انه لانه اليوم ثاقبت يلا نتحالف بعد جمعه. طب شو بعرفني بعد جمعه بيرجع بقول له بلطجي؟ ما بنعرف. شو بعرفني من بعد الجمعه اللي بتمرق ما يرجعوا كمان يتصافوا ويكونوا اعز الاحباب، يكون في شيء انتخابات معينه او شيء تركيبه معينه راكبه. فمن هالمبدا هيدا انا بسال السؤال انه يا هل ترى بالسياسي بفهم انه فيها مسايره وفيها ما فيها خصوم دويمه وما فيها عدائيه دويمه وما فيها تحالف دويم، بس بالحد الأدنى فيها مبادئ. يعني حدثني عن المبادئ، أنه قدي بيكون في خصومة وعداوة بالسياسة ولكن هناك مبدأ أساسي وما لازم الواحد يزيح عنه. هل وطنية، مبادئ وطنية، وطنية وأكيد مبادئ، أكيد مبادئ خاصة حكمة، مبادئ وطنية. نعم. التيار الوطني الحر بلا مبادئ؟ عم لك كيف قلت لك احنا قدامك في أداء وفي ممارسة وفي كذا، أنا مني بصدد أنه وصف حدا، بس أنا عم بيجي بقول حضرتك عم تسأل، حدك من شوي سألتيني قال له لرئيس بري بلطجي وهلا حليفه. اوكي تبي انا ما عم اقول ما يصير في هالتقارب، بالعكس الله يوفقهم وكل شيء، بس بالحد الادنى يكون في، ما يكون في انفصام بالسياسه، ما يكون في انفصام تام عن الواقع. ايه حقيقه انه انفصام يعني بالتموضع، انفصام بالراي، انفصام بالتحالف حقيقه. نعم عن جد. نعم. يعني في يكون انا خصمك ما في مشكل وقل لك هاي ما بتنسبني هاي بتنسبني ونتلاقى على اشياء كثير ما في مشكله. نعم هحكي عن ملف النزوح السوري طالما حضرتك تحدثت عنه، وقضيه باسكال سليمان اللي الله يرحمه طبعا كان مصيره عفوا الموت. اليوم برايك قضيه باسكال سليمان رئيس القوات او مسؤول القوات في جبيل، اليوم هو من اعاد فتح ملف النزوح السوري في لبنان بعد ما قتله؟ اول شيء من جديد الله يرحم باسكال طبعا. اوكي لا هو اذا بدك يعني المكونات الثانيه، يمكن مع انه هني عم بيقولوا مثلا كمان نرجع لجبران باسيل، يعني من بعد ما طلع خطاب طويل عريض للحكيم عم بيخبر قديش هل الوجود السوري الغير شرعي صار عم بيشكل خطر على الهويه اللبنانيه، بدل ما يلاقوا شيء مطرح معين ويقولوا تعاون نتعاون كلنا سوا، دغري جبران باسيل تعليقه انه هلا فاقوا من بعد ما صار عندهم شهيد، لا يسمح لنا فيها معلش، نحن صرنا عم نحكي
بالوجود السوري غير شرعي من اول ما سنه 2011 اذا بدك. اوكي نعم. ف هلا اللي صار باستشهاد باسكال سليمان يمكن سرع كل المكونات اللبنانيه وشافوا انه جريمه قديش عم تكبر بالبلد. نعم. مش معناتها عم نقول السوريين كلهم مجرمين، لا، بس حكما في ناس مجرمين ضمن السوريين، في ناس مش مجرمين. نعم. فتمنيتنا تمنيتنا انه هالوجود السوري الغير شرعي تتضافر كل الجهود عليه، لانه عن جد هو صار عم بيشكل كثير خطر على هوية لبنان. اليوم شهدت يعني السراي الحكومة اجتماع موسع بين الطرف القبرصي والأوروبي واللبناني حول ملف النزوح، برأيك هل هذه الدعوات حتوصلنا لترحيل إذا بدك النازحين السوريين، أم أنه قبل مؤتمر بروكسل عم تصير هذه الإجراءات الروتينية؟ تخبرك شيء، من كم يوم كنا نحن كمان وفد تكتل الجمهورية القوية. صحيح، رئيس مئاتي. أوكي. بصراحة كان كتير متجاوب، كان كتير إيجابي بكل طروحات، لبل كان في إشي متقدم فيها بكل صراحة، يعني كان حتى عم يطرح الفكرة يلي نحكى فيها عن المساعدات اللي عم تجي للاجئين السوريين بلبنان. رئيس مئاتي كان كتير صريح وقال على صوت عالي، وقال هو قال للمفوضية السامي، قال ما بدنا المساعدات، ما بدنا إياهم، يعني كأنه عم بيقول إنه إذا التمن بنتركهم بلبنان لا ما بدنا إياهم، خدوهم المساعدات كلهم سوا، بس نحن الوجود السوري ما عاد فينا نحمله بلبنان. فأنا اللي فيه يقوله إنه رئيس مئاتي باللقاء اللي كان واللي أنا كنت عم بسمع منه بدايتي، مش إنه عم بسمع خبرية، كان كتير متجاوب كتير إيجابي بالموضوع وكتير متقدم بإشياء تانية، وكان موجود كمان اللي هو البيسري، وكان موجود كمان وزير داخلية، واثنين من ذاك الاتجاه. يعني أنا فيه يقول بهالطريقة، إذا هيدا اللي انحكى هو ذاته عم ينحكى مع الرئيس القبرصي أو مع المفاوض السامي للاجئين بيكون كتير منيح. بدي ارجع رئاسيا، هل من يعني فينا نقول حل الملف الرئاسي؟ يعني شفنا اجتماعات ولقاءات. نعم. رح لك شيء من المعيب انه ما في مره رئيس جمهوريه، ومش اول مره هينتبه، يعني من وقت تم انتخاب ما بين اميل لحود وميشيل سليمان، وبين ميشيل عون، ميشيل سليمان وميشيل عون، هلا ما بعد ميشيل عون، عيب كل مره يكون في فراغ لحين انتخاب رئيس جمهوريه. ميشيل عون في اتفاق مع رب، ما اختلفنا بس في سنتين ونص قبله. نعم. اوكي، مثل انتفاق سنتين ونص قبله، اتفاق مع رب اجى تجاري بحل مشكله سنتين ونص. نعم. هيدي خديها بعين الاعتبار كمان. هيدي دائما بتقولوها. لا ابدا، هيدا الواقع، هيدا الواقع، لانه نحن حط كذا فكرنا اسم. ليه تم اختيار ميشيل عون بوقتها؟ لا اسباب كثير بسيطه وهينه بكل. نعم. بساطه، اول شيء نحن يعني الكل الطوائف كلهم بيروحوا دائما بيعتبروا حالهم على الرئيس القوي. نعم. على رئيس الحكومه القوي، وعلى رئيس مجلس النواب القوي. ونحن اخذنا وعود من جنرال عون بوقتها انه هو رح يجلس هالبلد. جلسه؟ حضرتك شو رايك بالموضوع؟ نعم بسالك. ومن هيك نحن يعني رجعنا ستيب لورا، اللي من شفنا انه يا الف صدى على الرؤساء اللي قبل كانت، يا الف صدى، يعني بالعكس، يعني عطى غطى كامل لحزب الله، ولا شيء من الاشياء اللي كان متعهد فيها طبقها، ولا شيء منها ابدا. فمن المبدا هيدا معلي ما فيك تشبهه، ومش انه هيدا اللي بنقوله، هيدا الواقع، انه وقت الحكيم واخذ هالقرار، وبالفعل ما في مقول انه الحكيم على مدار عده شهور كان عم يعمل اجتماعات لكل كادرات القوات ولكل نواب القوات، انه ليش عم نروح ميشيل عون؟ لانه في فرصه اذا التزم ميشيل عون بتعهداته، انه في فرصه انه البلد يرجع يجلس، انه ما التزم، واكبر دليل خرب البلد. نعم. الخيار الثالث، مين خيار القوة اللبنانية؟ ما تقلي جهاد أزعور، لأنه الفراغ حيصير عمره سنة ونص، وبعدكم بتقولوا لي نحن ما زلنا متقاطعين مع التيار الوطني الحر، وبنفس الوقت يعني بكل حلقة بنحكي عن مساوئ الذي يرتكبها اليوم رئيس التيار الوطني الحر. مين اليوم خياركم؟ رح قلك عن الخيار الثالث. الخيار الثالث ليش بيطلع الخيار الثالث؟ عن مواصفات. لا مش مواصفات. انسي المواصفات حقيقة. نحن مرشحنا، إذا بدك مرشحنا الحكيم سمير جعجع. اوكي، بنجيب له عدد اصوات معين، لانه صار معروف ليش الهجمه على القوات اللبنانيه. نعم. طيب رحنا على ميشيل معوض، قدرنا بميشيل معوض طلعنا لرقم لا باس فيه، يلي هو بالاربعينات 45 46 هول المجر. اوكي، رحنا على خيار ثاني هالقد قربنا كم. نعم. ستيب شفنا انه قدر جيب حوالي 60. فمن المبدا هيدا لحين
انه يجي مرشح تنقول اخر يقدر يجيبه رقم 60، نحن المرشح تبعونا يلي قدرنا امنه له مع التقاطعات 60 صوت تقريبا، يلي هو جهاد اصغر بكل بساطه. مش لانه يعني برجع بقول لك انه اقصى طموحنا جهاد اصغر، كون عم كذب عليك اذا بتقول لي طموحكم الدكتور جعجع، عن جد كون عم كذب عليك. بالعكس نحن طموحنا قلت لك يكون سمير جعجع او شيء اكيفالانس يعني. هلا اوكي مين اكيفالانس؟ جورج عدوان؟ لا ما القوات، ليك القوات حيلا رئيس بيجي، حيلا حدا مرشح بيجي هو ذاته، بس بالنسبه لنا الحكيم لانه حكيم هو راس حربه القوات يعني. اني واي هذا تفصيل، بس انا عم اقول انه نحن اذا بدك نروح اوكي نطلع هالقد، بس لانه واقعيين عم نيجي نقول رئيس جمهوريه بده تقاطعات وبده يعني اكثر مكونات معينه ممكن داخل مجلس النواب، لانه كلنا بنعرف بالاخر ما فينا لا نستورد نواب ولا شيء، في 128 نائب وفي ثلثين هن تأمن النصاب وفي 65 صوت من بعد الدوره الثانيه، فمن هالمبدا هيدا عم نكون واقعيين. وهلا اكثر واحد خيار ثالث كان هو شهاب اصغر يلي جاب حوالي 60 صوت، مش جوزيف هون. ما بتمشوا بجوزيف هون، جوزيف هون الاشكاليه تبعيته انه بده تعديل بالدستور. نعم. اذا اجمعوا كل مجلس النواب انه يصير في تعديل للدستور بتروحوا ممكن جوزيف. طيب انا كان لافت جوابك عن مرشحكم الحكيم اليوم، اذا مرشح جهاد ازعور الوزير السابق وما في جلسات، كيف لو الحكيم شو كان موقف الثنائي الشيعي؟ يعني كنتوا بدكم انتوا يضل الفراغ كل العمر؟ يعني انت خدم بعد لقاء مع راب هل القواص من فج وغبي كان على اللقاء، هاللقاء انتبه المحدود مش المحدود يعني المحدود بهدف واحد بحدث واحد صحيح. نعم. بس اكيد هو هدف على المدى البعيد. نعم. وشوفي قديش القواص تصور يا حكيم ايوه، بس حلوه بيني وبينك كانت حلوه كانت بتكون. شو هي المعركه؟ انه لا مش المعركه، قصدي انه يكون مرشح الحكيم ردة الفعل كيف ممكن تكون؟ بيوصل لا الحكيم لسده الرئاسه؟ بقول لك صراحه اذا بدهم هالمكونات اللبنانية يبنوا بلد ايه امامهم الحكيم حقيقة، لانه سامي جعجع قادر يبني بلد. نعم. قادر يبني بلد اكيد بمكونات انه بدهم يبنوا هالبلد. نعم. بس اذا بدهم يضل لبنان بارتباطات خارجية بضلهم يتخبطوا بهالطريقة لأبد الأبدين. نعم. ساعتك قبل الختام في رئيس بال24؟ هون بتتأسفي على الموضوع واللي بيخليك تشوفيه من خلال الممارسات انه الخط الممانع ما بده رئيس، يا بده رئيس مثل ما هو بده. نعم. اكيد يحمي ظهر المقاومه ويحقق لهم كل طموحاتهم مثل نعم. جنرال ميشيل عون واستكمال له، يا ما بده رئيس. هيدا اللي بيزعلك انه بدل ما نحن نكون عم نفكر هالشعب اللبناني يلي بعتقد من بعد 50 سنه تقريبا اين الاوان انه يرتاح، ونكون عم نفكر بشعار لبنان اولا يلي عم جد مفروض يكون لبنان اولا، بعدنا عم نفوت بجنس الملائكة وبعدنا عم نحط حوارات حتى نعمل اكروباسي بطريقة معينة ونجيب رئيس على قياسنا، وبدل ما نجيب رئيس للجمهورية اللبنانية عم نجيب رئيس كل واحد يعني هن لفريقهم، يعني ما في رئيس وين للأسف. عم لك اذا بقيت زيت الطريقة وين للأسف، وهيدا شيء خطير كتير وشيء بزعل كتير، واللي بزعل اكتر انه من المفترض رئيس جمهوريه وخاصه بهالفتره بالذات يمكن اهون مره انه يكون صنع لبناني بامتياز، عملنا له ارتباط طويل عريض خارجي وحدنا الساحات وفتنا بندعم غزه وعم نقوله من جاهر على صوت عالي، لا بيصير حوار داخلي ولا بنحكي بشي داخلي ولا باستحقاق داخلي غير ما خلص قصه غزه، وبعدين بنفوت بقصه الحوثيين وبالعراق انتم ايضا ضد الحوار. سعادتك عم تقول لي حوار داخلي واحد. انا عم اقول لك نو، عم اقول لك هن شو وجهه نظرهم، حطوا كل شيء على الرف، حطوا كل بسبب الوضع في غزه. بسبب غزه والحوثيين. نعم. وسوريا. نعم. وهلو ما جرى. انا هيدا عم اقوله بالعكس. نعم. انا بالنسبه لي برجع بقول لك فينا ب 24 ساعه يحدد جلسه رئيس بري. نعم. بدورات متتاليه بينزلوا مجلس النواب ان شاء الله يكون في ثلاث مرشحين. تنتخبوا جهاد اصغر؟ نعم. تنتخبوا جهاد اصغر؟ جهاد اصغر؟ بتصدرت هلا يمكن لحظه يمكن خلال المشاورات انه ينطرى غير اسم ويكون حقيقه في عنده رؤيه لهالبلد ويكون عنده الول، مش انه بده ياخذ طرف ويدور زوايا. نرجع نقول ما بدي ضل اتمثل. نعم. بالمراحل اللي قبل. نعم. انه يمكن تطلع الى حدا ثاني تقدر تتقاطع معه اكثر، جيبي له 10 اصوات زياده ويربح الانتخابات. نعم.
مو بالعكس. نعم، عضو تكتل الجمهورية القوية عندنا بنزيه متى. أنا بتشكر حضورك استوديو لبنان الكبير. ما تنسوا تتابعونا على منصات موقع لبنان الكبير، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ولمشاهدة الحلقة كاملة على يوتيوب. شكرا وإلى اللقاء.